عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك نشترك في القناه. وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وخبرنا النهارده بيتكلم عن امير السحراء رياض محرز وتعاقده رسميا خلاص مع النادي الاهلي السعودي. الف الف مبروك لرياض محرز وتواجده في السعوديه. ومن كام يوم كانوا السعوديين بيرحبوا بكريم بنزيما على طريقتهم الخاصه. يا رب في مشوار ان شاء الله باذن الله تعالى، والايام القادمه هنشوف ان شاء الله تايلور هتكون موجوده معاه ولا لا في السعوديه. بس يعني غالبا هتكون ان شاء الله موجوده معاه، لكن هي قبل كده لما اتسالت عن لو هي اتنقلت السعوديه هل تحب العيشه هناك، فهي قالت بصراحه ان هي مش بتحب العيشه في السعوديه. ربنا يوفقهم يا رب ويكرمهم ان شاء الله، واكيد هي هتكون مع زوجها باذن الله تعالى. ربنا يوفقهم ويكرمهم بناته باذن الله تعالى. والف مبروك لامير الصحراء رياض محرز، وان شاء الله يكون اضافه لمشواره الكروي. السلام عليكم، اشوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد.